بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الخيل العربي الأصيل سلالات، ومن أشهرهم وأجودهم وأنقاهم في الدم السلالة المصرية، واللي بترجع لأساطير الخيل زي مرافق ونظيره منصور. والحصان العربي المصري معروف في العالم كله بجماله ونقاء دمه، وكل المربين حول العالم لازم يمتلكوا خيل من السلالة المصرية. ده غير ان السلالة المصرية ليها مسابقات جمال عالمية خاصة بيها لوحدها وابطالها كتير، وهنتكلم في فيديو النهاردة عن واحد من الابطال دول واللي اثر في مسيرة الحصان العربي المصري في الفترة الاخيرة. وبطلنا النهاردة هو البطل الراحل الاسطورة انساتا حجازي. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا، ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اتولد انساتا حجازي سنة 1992 من الاب انساتا حليم شاه والام انساتا سدارة في مزرعة انساتا لصاحبتها جودي فوربس. انساتا حجازي هو واحد من ابرز الفحول المنتجة والناجحة في العالم. كان من الواضح انه هدف استثنائي وتحقق عند جودي فوربس، واختارت اسم حجازي نسبة للحجاز منشأ الحصان العربي. أصول أنساتا حجازي مبنية على أساس متين من رسن الدهمان شهوان من نسبه من الناحيتين، فوالده أنساتا حليم شاه غير وجه تربية الخيول العربية المصرية في جميع أنحاء العالم، وحقق نتائج مبهرة في عدة بطولات دولية منها بطولات الولايات المتحدة الوطنية وبطولة العالم، وحقق رقم قياسي في ألمانيا بحصول عدد من أبنائه على رخصة الأفحل المنتجة. ورجع لمزرعة أنساتا وبعدها سافر في عام 1994 إلى قطر وترك نسل عظيم هناك. وأمه أنساتا سدارة كانت أحد أفضل الأفراس في مزرعة أنساتا، وخدت صفات ممتازة من والدتها أنساتا دليلة ومن جدتها أنساتا بنت مصر، والاتنين استطاعوا تأسيس واحدة من أهم العائلات واللي بترجع إلى الفرس أنساتا بنت بكرة المشهور، وهي أحد أكثر الأفراس المصرية تأثيرا في التاريخ الحديث. وكان والد سدارة الفحل أنساتا بن سودان بطل ديناميك الحركة وابن أنساتا ابن سودان بطل الولايات المتحدة القومي سنة 1971، وهو الحصان الأمريكي المصري الوحيد اللي فاز باللقب ده حتى الآن. وعلى الرغم من وجود مشكلة في عرقوب أنساتا حجازي وده ناتج من إصابة قديمة، قررت مزرعة أنساتا تشركه في البطولات، وفي عرض للفئة A حصل على لقب الفحل للبطل للمرة الأولى له في الحلبة. وبعدها ضمن البطولة المصرية في ولاية كنتاكي وفاز بلقب البطل لفئته ولقب بطل الأبطال الوصيف، وكان من الأبطال الخمسة الأوائل في الفئة الحرة، وبكده أثبت إنه جدير بالفوز بالبطولات العالمية. ومع ولادة أول مهر من نسل حجازي أثبت قدرته في إنه يكون فحل منتج وصاحب أهمية كبيرة في المستقبل. ومع مرور الوقت وتعدد الإنتاج أثبت أنساتا حجازي إنه واحد من أهم الأفحل العربية المصرية في العهد الحديث. وبعد فترة صغيرة زادت شهرة حجازي عن طريق تصدير أبنائه علشان يكون على رأس برامج التربية في مزارع توليد كتيرة ومهمة في أوروبا وإنجلترا وقطر والسعودية والأردن والكويت وأستراليا وأمريكا الجنوبية. واشترى محمد المرزوق صاحب مربط أجمل في الكويت سنة 1999، وحقق منه كل اللي اتمناه، وفي خلال سنوات قليلة قدر يحصل على أمثلة متعددة لأبناء حجازي سواء في الإنتاج أو بطولات الجمال في الكويت والخليج ومصر والعالم كله. ومن أبنائه الأبطال الفحل أنساتا المرتجز وأنساتا نايل إيكو وأنساتا سلمان وأجمل الكت، والبنات زي جليلة الريان وأجمل عبية ووفاء الكويت وأجمل منيرة وأنساتا سماري. وده عدد قليل من أمثلة كتيرة مهمة بتشهد على قوة حجازي كونه أسطورة في الإنتاج. أنساتا حجازي بيجسد الروح الكلاسيكية، إضافة لأن عيلته دايمة التوسع وبتأكد على استمرارية نجاحه كفحل إنتاج. مع مرور الوقت أنساتا حجازي زاد جماله بتقدم العمر مع لقبه كونه فحل إنتاج، ولونه الأزرق المتجدد أصبح متلألئ البياض بمرور السنين، وده اللون المعروف باللون الملكي.
وتوفى أنساتة حجازي سنة 2015 في مربط أجمل للخيول العربية في الكويت بعد ما ساب بصمته في تاريخ الحصان العربي الأصيل والحصان العربي المصري وسطر لنفسه تاريخه الخاص علشان يكون جنب أساطير الخيل العربي الأصيل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واستنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخيول العربية. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو، وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.